في الأول يجب أن نصنف الأحداث أو نسمى الأحداث بمسمياتها. ما يحصل اليوم هو حسب تعريف من المادة الأولى إلى المادة السادسة في ميثاق الأمم المتحدة هو عدوان أو ممارسة عدوان من قبل طرف خارجي. هذا العدوان طبعا يتمثل في استخدام القوة المسلحة، في استغلال استقلال الدولة، في استخدام القوة تتعارض مع أهداف السلام، احتلال مواقع معينة حتى ولو مؤقتا، التحكم بحركة الناس، محاولة الحصار، تسخير هذه المنطقة لخدمة أهداف أغراض أخرى أو أهداف ثانية أو أهداف ثالثة، محاولة تغيير السياسات أو الرقعة الجغرافية أو الجيوسياسية لهذه المنطقة، كل هذه تدخل وهي من المتطلبات التي يفرض عقوبات شديدة قانون أو ميثاق الأمم المتحدة. ومن ثم هذا عدوان وليس محاولة أخرى، هل يجب أن نسمي هذا الاسم عدوان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإمارات والسعودية، ربما هناك تطابق كبير جدا في بين الطرفين. ربما أهمية المهرة هي أكثر أهمية من بقية المناطق الأخرى. نحن نجد أن المملكة العربية السعودية في سياستها مع اليمن اتخذت خطين. الخط الأول هي تركت للإمارات القيام ببعض الأعمال أو التواجد في بعض المحافظات التي لها أهمية أقل، لكن بالنسبة لبعض المحافظات التي تتمتع بأهمية خاصة وخاصة للمملكة العربية السعودية رفضت أن يتواجد الإمارات بتواجدها المباشر فيه، مثل الجوف، مأرب والمهرة. المهرة تشكل أكثر من عامل استراتيجي مهم. سيادة المملكة العربية السعودية في دول الخليج هي تعتمد على حصار هذه الدول أو على إبقاء مقدرات هذه الدول بيد السعودية. من خلال السيطرة على المهرة هي ستتمكن في المستقبل من محاصرة الدور العماني. من خلال أو بعد السيطرة على المهرة هي ستتمكن من الوصول إلى البحر العربي، وهو المنفذ الآمن والمستقبل لإخراج أو لبيع أو لتصدير أهم مادة سعودية وهي مادة الطاقة أو البترول، الاعتبار أن هناك مشاكل كبيرة جدا في منطقة هرمز، ومن ثم هذا البحر العربي هو سيشكل لها أهمية خاصة. استخدام العامل العسكري بصورة أساسية هو يضمن لها التواجد والتأثير وتحقيق الأهداف بحسب الاستراتيجية العسكرية، وربما هذه الاستراتيجية قد طبقتها كثير من الدول العالمية عندما دخلت كثيرا من الدول في الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتي، عندما أقامت في بعض المناطق مثل هذه القواعد وتمكنت من التحكم بمصير أو سياسات أخرى. ومن ثم مهرة هي ترتبط بالاستراتيجية السعودية سواء في محاصرات بعض دول الخليج أو للدور المستقبل الاقتصادي للسعودية أو محاولة تأمين مستقبلها كما تدعي من خلال عدم تواجد أي طرف آخر على مقربة من منطقة أو من دولة وهي عمان، بحيث أنه تتمكن المملكة العربية السعودية من محاصرة أو من محاولة تضييق أي دور عماني قد يفكر في المستقبل في أنه يكون دور مستقل، وخاصة بعد التغييرات الأخيرة التي حصلت في سلطنة عمان.